الآلات الزراعية الحديثة بتقنيات حديثة وقوية جداً. يتم استخدام تقنية الزراعة الحديثة لتحسين الأنواع الواسعة من ممارسات الإنتاج التي يستخدمها مزارعون. إنها تستخدم مجموعة متنوعة من المعدات المختلطة ذات التكنولوجيا الفردية والكثير من دعم الطاقة في شكل مياه ري والأسمدة والمبيدات الحشرية. الآلات الأكثر شيوعاً والآلات المستخدمة في المزارع تشمل الجرارات، المكابس، الحصادات، المحاريث، المحشات، والمزارعون والرشاشات. أجرارادا حصادة البطاطس مدمجة مع حصاد بشكل عام، رؤية جيدة لوحدة الاستقبال المقيدة في الجانب. يتدفق المحصول من الأول إلى الشبكة الرئيسية الثانية التي تؤدي ثلاثة وظائف في آن واحد: الغربلة، الفصل والنقل والمواصلات. تتوفر الفواصل التالية في نسختين مختلفتين لضمان الفصل الجيد بين الحجارة والتربة. من الفواصل يتم إعادة توجيه المحصول على طاولة الالتقاط إلى المستودع بسعة 4 أطنان مصممة للعمل البسيط، وكذلك الإعداد والصيانة. الملتقط الأوتوماتيكي الأعشاب الضارة هي ممارسة مهمة في الزراعة. يمكن أن يؤدي نمو الأعشاب الضارة إلى مقاطعة نمو المحاصيل، مما يؤدي في النهاية إلى عدم توفر المواد الغذائية. تعمل هذه الآلة على تمزيق الأعشاب بسرعة وفعالية دون الحاجة إلى الإضرار بالمحاصيل الأصلية. قد يؤدي ترك حقولك إلى النمو الزاحف إلى السماح للأعشاب الضارة والموسمية بخنق محاصيلك النقدية وترك المزارع بنسات. المبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش شائعة، لكن الكثير منها يتعارض مع المواد الكيميائية التي قد تكون ضارة ومخبأة. آلة حلب البقر التلقائي تستخدم البقرة في المجتمع الهندي للحليب والعديد من المنتجات الأخرى المصنوعة منه. من المهم بهذه الطريقة، ولكن إذا كان هناك طريقة سهلة للخروج من حليب البقر من خلال الجهاز، يمكن أن تعزز الإنتاجية في الزراعة في نهاية المطاف عن طريق زيادة إنتاج الحليب في البلاد. حصاد وفصل الجزر لا تختلف هذه الآلة عن حصادة البطاطس، ولكنها توفر سهولة في حصاد الجزر من الأرض جنبا إلى جنب مع الجذور التي يتم حفرها بعمق داخلها. تعتبر الماكينة نعمة في الحصاد، حيث يمكنها استحلاب معدل حصاد الجزر. حصادة الخس الآلية هي آلة قوية لتشفط بقايا المحاصيل والأوراق على الأرض، وهي مصممة لمنتجي المجموعة الكبيرة من خلال 4 عجلات توجيه. يتم تزويد المضخة بقضبان تحويل جانبية، وبالتالي تقليل مشاكل حصاد الخس. هذه الآلات تعزز حتماً الإنتاج بطريقة أو بأخرى، مما يقلل من القوى العاملة ويعزز تلقائياً اقتصاد البلاد. بغض النظر عن مدى تقدمهم، إلا أنهم يمكن أن يكونوا مستقبل الزراعة الهندية بطرقهم المبتكرة. ليدر NL5000G5 على الرغم من أنها ظهرت لأول مرة في المعرض الوطني الضخم للآلات الزراعية لعام 2017 في لوزفيل كنتاكي في فبراير، إلا أن أول نظرة لي على تطبيق ليدر الجديد هذا للمغذيات الجافة الذي تم تطويره، الذي جاء بعد أسبوعين في سان أنطونيو تكساس في 2017 بحلول ذلك الوقت، كان العديد من مستشارين الموثوق بهم داخل الصناعة قد اتصلوا بالفعل أو عبر البريد الإلكتروني للتأكد من فهمنا لمدى تأثير هذا الابتكار الجديد للزعيم الجديد. وبشكل أساسي، فإن جي 5 يسمح لمقدمي الطلبات بتحقيق دقة تطبيق دقيقة مع رش الموزع، كما أنه يتضمن جانباً من جوانب الاستدامة، من حيث أنه يساعد في منع وضع حبيبات الأسمدة الجافة القابلة للتشدد خارج الهدف، وتحديداً في الصفوف النهائية والحافة من المجالات الميدانية، حيث يجب تشغيل جانب واحد فقط من الدوار. الروبوتات لا يوجد نقص في التكهنات حول كيفية تأثير الروبوتات بشكل إيجابي
على إنتاج الغذاء، وخاصة المحاصيل عالية القيمة التي تتطلب عمالة مكثفة للعناية والحصاد. تقول كريستينا هيريك رئيسة تحرير مجلة أمريكان فروت: اليوم مع تزايد توافر اليد العاملة في صناعة الفاكهة التجارية الشجرية، فإن الاهتمام بالروبوتات يدفع موجة جديدة من الاهتمام والإلحاح لتطوير الروبوتات. يقول هيريك: في الوقت الحالي اختار المزارعون منصات مساعدة العمال لتقليل الاعتماد على السلالم وزيادة الكفاءة. على الرغم من ذلك، يتم النظر إلى الروبوتات كحل لمشاكل العمل، مع تطوير حصارين آليين على أمل التسويق في الفصول القليلة المقبلة. التقنية الذاتية: أمكنت تكنولوجيا المركبات بدون سائق أن تحدث ثورة كاملة في كيفية القيام بالأعمال التجارية في هذا البلد. في هذا البلد تتجاوز مجرد بوابة المزرعة. ستؤدي التطورات في هذا المجال إلى تغيير الطريقة التي نعيش بها بطرق لم يستوعبها كثيرون منا بعد. في ذلك اليوم أوضح لي ويلسون أنه في المتوسط يقضي على الأرجح حوالي ساعة إلى ساعتين في اليوم خلف عجلة التنقل في مختلف المواعيد والاجتماعات في وظيفته في وسط إلينوي كأخصائي تكنولوجيا في IMS، وهو ما يشير إليه بسخرية وقت الزجاج الأمامي.